السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه AI Insider.Tool، ده عبارة عن دليل لكل مواقع الذكاء الاصطناعي. هنا مثلا كلهم موجودين هنا، فطبعا رقم واحد هتلاقي شات جي بي تي وشات كاركتر اي اي وبارد بتاع جوجل، كل دول معتمدين ان انت بتدردش مع الذكاء الاصطناعي، وممكن مثلا كاركتر اي اي يتقمص شخصية معينة ويبدأ ان هو يجاوبك من خلالها. طيب لو انت مثلا مهتم بالبرمجة، هتدخل على البروجرامينج فهتلاقي تولز كتيرة يخليك تعمل موقع، تعمل برنامج، تعمل مثلا تطبيق على الموبايل من اقل قدر من الكود. هو بيتولى ان هو يسهل عليك كتير جدا، وفي حاجات كتيرة مش محتاجة ان انت تكتب كود خالص. يعني موقع زي دوت نو كود ويب سايت بيلدر يقدر يعمل لك الموقع من غير ما تعمل اي كود ويخصصه لك زي ما انت عايز. عندنا حاجات مثلا زي جي بي تي كلها معتمدة على شات جي بي تي. في حاجات مثلا ارت برومت ماستر جي بي تي بيسهل لك ان انت تكتب البرومت بشكل حلو. في موقع كوبي رايتنج يقدر يعمل لك قصص كتيرة جدا، تمام، ده من الحاجات الكويسة. بيزنس ماركت، ودي ناس كتيرة جدا مهتمية بيها، ان هو يقدر سواء مثلا لشركة معينة. السوشيال ميديا، في حاجات خاصة بالايمج ديزاين تقدر تصمم من خلالها صور زي ميدجورني وبلاي جراوند، وعندنا ستيبل ديفيجن ويب ومايكروسوفت ديزاينر. فهو مجمع لك حبة حلوين هنا تقدر ان انت تجرب الحاجات اللي انت ما جربتهاش قبل كده. هنا برضو شات جي بي تي وايجنت جي بي تي اللي تقدر تعمل شات كويس. اسيسنت دي ادوات مساعدة. عندنا حاجات تقدر تخليك تعمل برومت في شغلنا دلوقتي، ان انت تخصصك شغال في الشركة ان انت اللي بتظبط البرومت. حاجات خاصة بالفيديوهات، حاجات خاصة بالفي ار 3 دي. خلي بالك تقريبا كل المواقع الموجودة هنا بتبقى معتمدة على الذكاء الصناعي، فبيسهل عليك الشغل. مش مطلوب منك تبرمج كتير قوي، لا، مطلوب منك بس ان انت تبقى عندك الافكار منظمة، هو ساعدك ان انت تعملها. في حاجات مثلا خاصة بالفويس، ان انت ممكن فوقت ده ممتاز جدا، بيعمل حاجات كتير قوي، ممكن تدمج فيديوهات مع بعض، ممكن تحط فيديو على بعض صوت على بعض الصور فيطلع لك فيديو بشكل كويس. ده بتديله تكست يحول لك لصوت، تمام، من الادوات القوية. في حاجات ممكن تديها تكست يديك موسيقى ميوزك، هيت الثلاثة دول بس كده. اتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله.